في تونس هو يعتمد على نظام الحصتين، أي من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 5 مساء، يعني بحساب حوالي 8 ساعات في اليوم. التوقيت هذا يقع اعتماده بالنسبة للعمل الإداري للمرأة والرجل. بالنسبة للمرأة، بالرغم من كفاءتها وتميزها بالانضباط، باعتبار أن المرأة هي أم، هي ربة بيت، هي زوجة، فبالتالي التوقيت الإداري ملأ نسبة كبيرة من الساعات اللي تقضيها في الإدارة على حساب عائلتها، على حساب حياتها الاجتماعية والشخصية وأيضا الثقافية. يظهر لي الآن الأوان باش يقع إعادة النظر في التوقيت الإداري خاصة للمرأة، باعتبار وأن الإدارة الحديثة تعتمد في أغلب البلدان المتقدمة على العمل حسب الأهداف، ويجب هنا أن تتغير فكرتنا حول العمل الإداري. الإدارة يجب أن تكون إدارة تتميز بالجودة وليست إدارة كمية، يعني نعتمد على جودة العمل ولا على عدد الساعات المقضاة. فهنا نرجع في علاقة إلى إعادة النظر في التوقيت الإداري. أنا نقترح بصفتي مسؤولة ومديرة وأيضا أم وربة بيت، نقترح لما لا اعتماد توقيت الحصة الواحدة، مع التفكير أيضا في لما لا في اعتماد نظام المناوبة حتى نيسر أو نوفر السهولة للمرأة حتى تطلع بمهامها الإدارية على أكمل وجه دون إهمال مسؤوليتها العائلية والاجتماعية.